يملح يعني يقبل وإن كان في صفة غير حميدة في البخل. يقولون إن أبا الأسود الدولي هذا عالم نحوي شهير من التابعين، لكنه عياذا بالله كان معدودا في البخلاء على شرفه، لكنه معدود في البخلاء. فقالوا كان عنده طعام، بين يديه طعام، ومن بخله رغم شرفه وسؤدده وعلمه، لكن الله يجعل في العبد صفات خير وصفات شر. فجاءه أعرابي، والأعرابي ينظر إلى الطعام فرآه حسنا، فتعلقت نفس الأعرابي بالطعام. أنا الآن أريد أن أصل إلى الفطنة، يعني خذ الشاهد. أبو الأسود الدولي يعلم أن هذا الأعرابي تعلقت نفسه بالطعام، وأنه سيتبع طرقا حتى يأكل، وهو قد عزم على أن لا يدعوه. فالأعرابي يريد أن يقول قولا يستلزم المؤاكلة. ما معنى يستلزم المؤاكلة؟ يعني يريد أن يقول أخبارا تطلب تجعل أبا الأسود الدولي يطلب منه أن يجلس معه حتى يؤكله ويسمع منه. فقال له يا أبا الأسود إنني قد مررت على أهلك. قال هم في طريقك. المعنى أنك ما تكلفت، هم في الطريق. قال فوجدت امرأتك حبلى. قال كذلك تركتها. قال إنها وضعت. قال لا بد أن تضع. قال قد وضعت توأم ذكرين. قال كذلك كانت أمها، يعني ليس شيئا غريبا. قال كذلك كانت أمها. قال فمات أحدهما. قال ما كانت تقدر على أن ترضع الاثنين. قال فإن الآخر مات. قال حزنا على أخيه. قال قد ماتت أمهما. قال ما كانت لتعيش بعد فقد ولديها. قال إن طعامك لذيذ. قال لذلك أكلته وحدي.